إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لايف جديد من نواحي بن سليمان لعشاق الزيتون. الخيرات موجودة في السوق، الزيتون موجود ولكن الثمن زاد تقريبا نص بالنص على العام اللي فات. فالزيتون كان 18 درهم 15 درهم، كل شيء تزاد، ولا أرخص زيتون داير 30 درهم للكيلو. الله يدير فيه تاويل الخير، يا ربي تلطف بينا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نتمنوا يا ربي تبدل هذه المنزله ويرجع الثمن بعد الشيء. مشاهدينا الكرام، إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان لعشاق الزيتون. فالخيرات موجودة، ثمن ديال الزيتون طالع بشكل كبير وكبير، الزيتون زاد بالثمن، ثمن ديال الزيتون اللي داير الله يدير شي تاويل خير. نتمنى يا ربي الثمن ينخفض بعض الشيء. مشاهدينا الكرام، إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما ذكرت الزيتون موجود، الثمن ديالو 33 درهم الكيلو. الصورة الخيرات موجودة، الزيتون موجود، الثمن ديالو طالع بشكل كبير. مشاهدينا الصورة أمامكم كما ذكرت، فيها زيتون زاد نص ديال الثمن، مكان البيت داير 18 درهم 15، فهاد السنة داير 33 درهم، نص بالنص، ما يديرش شي تاويل خير. أنا بديت الثمن كنخافض بعض الشيء. مشاهدينا الزيتون، فالزيتون موجود لكن الثمن طالع ديالو بشكل كبير كبير. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان لعشاق الزيتون. فالخيرات موجودة، الزيتون طالع الثمن ديالو داير 33 درهم، بعد ما كان داير 17-16 درهم، تقريبا نص بالنص تزاد. نتمنوا الخير، نتمنوا يا ربي الثمن ينخفض بعض الشيء ديال الزيتون، لان كيلو 33 درهم ولا 30 درهم غالي. فنتمنوا الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي هذه شوف تي في الصورة امامكم. كيف ما ذكرت لي عشاق الزيتون، فالزيتون غالي بشكل كبير وكبير، كيف ما ذكرت زاد تقريبا نص بالنص. العام اللي فات كان داير 18 درهم 17-16 حتى 15، هذا العام ولا داير 33 درهم. بالنسبة للزيتون المشرمل الأخضر 30، والكحل 32 درهم، والحمار 30 درهم، يعني تقريبا نص بالنص اللي تزاد. ما يدير شي تاويل الخير، نتمنوا يا ربي الثمن ينخفض بعض الشيء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة شوف تي في، الخيرات موجودة والثمن طالع. إلى هنا مشاهدينا الكرام، أودعكم إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. كنا معكم من نواحي بن سليمان، أناكم أثمنة الزيتون اللي طالعة بشكل كبير وكبير. فالزيتون الخضر مشرمل 33 درهم، الكحل 32، الحمار 30. نتمنوا الخير، نتمنوا الثمن ينخفض.